عندنا هذا الاكزرسايز تروفي لي بوين دانترسيكسيون انتر سي اي دي. بالانجلش عندكم فايند ذا بوينتس اوف انترسيكشن بين سي اند دي. ان السي هو السيركل اوف سيركل سي، عطينا الايكويشن للسيركل، عطينا الايكويشن لللاين دي، عطولنا نجيب النقاط المشتركه بين السيركل سي وبين اللاين دي. اول شيء بتاخذوا اللاين دي، عندكم الدي x plus y equal 1. الواي بتجيبوا الواي equal 1 بتضل محلها، x بتجيبوها لهون بتصير minus x. اوكي طيب عندكم السيركل سي x square plus y square minus 2x minus 3 equal 0. منحط مطرح الواي منعوض 1 minus x، 1 minus x بتصير سكوير، منكفيها minus 2x minus 3 equal 0. عندكن x سكوير plus هاي منشتغلها على a minus b سكوير، هي a سكوير 1 سكوير minus 2a مضروبة بb plus b سكوير minus 2x minus 3 equal 0. صار عندكم x square plus 1 minus 2x plus x square minus 2x minus 3 equal 0. نجمع اللي فين x square لحال، عندكم x square x square صار عندكم 2x square، اللي فين x لحال minus 2x و minus 2x minus 4x minus 4x. الكونستانت لحال عندكم 1 minus 3 equal minus 2 equal 0. صار عندكم هون نشتغلها هيدي، نطلع روت نشتغلها على الدلتا. دلتا مثل اول درس b square minus 4ac. طيب لنختصر الوقت بيطلع معكم ال x1 حسب القاعدة قلناها minus b minus radical delta على 2a، فبيطلع جوابها هي 1 plus radical 2. وعندكن ال x2 minus b plus radical delta على 2a بيطلع جوابها 1 minus radical 2. أكيد بتعملوا كالكولو بيطلع معكن هول الأجوبة. طلعنا ال x1 طلعنا ال x2، هلأ بدنا نطلع ال y. أوكي ال y من وين نجيبها؟ من هون من هيدي. عندكن y equal 1 minus x، بدي ال y عنا x1 وعنا x2. أول مرة خدوا انتو ال x1، عندكن y1 سموه، بتحطوا كل شيء بقيمته equal 1 minus ال x1 هي 1 plus radical 2، تطلع 1 minus 1 minus radical 2 equal 1 minus 1 0، يعني minus radical 2. ترجع على y2 equal نفس الشيء 1 minus x2 equal 1 minus عندكم هون 1 minus radical 2 1 minus 1 عندكم minus ضروب minus بتصير plus radical 2 equal 1 minus 1 0 يعني radical 2. فبيطلع النقاط عندنا ال x1 رح نكتبهم هون، عندكم ال x1 هي 1 plus radical 2 مع ال y1 هي minus radical 2 سموها a، وال b عند ال x1 هي 1 minus radical 2 وال y لها هي radical 2.